اسهل طريقه تعلي بيها صوت الموبايل، هتروح عند المخرج بتاع صوت الجرس وهتجيب ابره وشكه كده في الفتحات شكه صغيره خالص وشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. وجهه نظري عشان خاطر تشتري موبايل جديد بسعر حلو ابعد عن الجديد، واشتري موبايل يكون مستعمل كسر كسر زيرو، موبايل نفس حاله الموبايل ده كسر كسر زيرو، مفيش فيه خدش مفيش فيه خربوش، بالعلبه بتاعته حاجته كلها بالكامل، وتوفر لك حلقه 700 800 جنيه، انت اولى بيهم. عشان كمان نظبط الاسواق بالنسبه للموبايلات الجديده، حد يصدق ان موبايل 128 جيجا رامات 4 يوصل ل 7000 جنيه و7200 ولسه طالع؟ فعشان خاطر تظبط الاسواق بالنسبه للجديد ابعد عن الجديد حاليا واشتري موبايل مستعمل وانت اولى بالفرق. الموبايل بتاعي بدا يخش فيه نمش، فالنمش اللي في الظهر ده والتجاريح ديت بتشمئز من الموبايل، تقول لك لا والله انا ما استخدمش موبايل الا لما يكون حالته زي الزيرو، واجيب منديل واجيب البرفان بتاعي وابدا امسحه واخليه كده ريحته حلوه وشكله جميل، فما ينفعش امشي الموبايل في تجاريح. الخير محدش يشتري ايفونات صيني، سيبك من الاعلانات اللي انت بتسمعها على الفضائيات ويقول لك ايفون 14 برو ماكس ذاكره داخليه 256 البصمه والرنين، وكانك ماسك الايفون الاصلي. وكام السعر؟ مفاجاه 4000 جنيه. فتجري انت تشتري الايفون وتقول اكيد هيكون فيه امتيازات، ده كمان منظره حلو وهبقى ماسك الايفون بتاعي قدام صاحباتي او قدام صحابي، هو شكله شيك وانيق وهدق. بلاش تشتري الايفونات دي، ما تساويش اي فلوس، ذاكره وهميه. يعني ايفون زي ده المفروض ان الايفون ده صيني، ده ايفون صيني، فانت هتقول ذاكره داخليه 256 يعني هيشيل افلام وهيشيل العاب والدنيا هتبقى معاك كويسه. تيجي تحط فيلم او تحط فيديو 300 ميجا يقول لك الذاكره ممتلئه، تخش على سيستم الايفون من الداخل وتقرا كده تلاقي مكتوب ذاكره داخليه 256.